لو عم نحكي عن مرحله جدا حساسه هي شهرين، الناس اللي عندهم حساسيه الربيع بتبلش تزيد عندهم، ولكن هي بترافقهم كل السنه بس ولكن بدرجات ممكن ما تكون كثير عاليه. اليوم بهذا الفصل نحن مين هن الاشخاص الاكثر عرضه لهي الحساسيه؟ شو هي اهم الاجراءات الطبيه؟ هل اليوم وقائيا نحن قادرين نحمي حالنا من حساسيه الربيع؟ وبعض الاشخاص اليوم بيروحوا لاستخدام البخاخ وممكن يخافوا انه هن بفتره الصيام، هل ممكن ياخذوا هذا البخاخ؟ شو هي الادويه المناسبه؟ رح نعرف هدول المعلومات وغيرهم من ضيفنا لليوم، وهو الدكتور رامي البدوان اخصائي بالامراض الصدريه والربو. يسعد صباحك حكيم. صباح الخير. يسعد صباحك حضرتك. يسعد رمضان كريم دكتور. رمضان كريم عليك دكتور. كثير من الاشخاص ممكن يملوا من الشتويه، كمان ممكن ما يرتاحوا وبينطروا الربيع، يعني رغم جمال هذا الفصل تماما رغم جمال هذا الفصل له عواقب وخيمه ممكن للاشخاص يلي عندهم حساسيه، فشو ممكن يكون بالضبط سبب هاي الحساسيه مع قدوم فصل الربيع، وكيف ممكن انه نعرف هاي الحساسيه بشكل مبسط اكثر؟ هلا قبل ما نحكي عن حساسيه الربيع كنا انه بالشتويه هي الامراض تبع الشتويه الزكام والالتهابات الصدر والحراره بنخلص منها، كل فصل له امراض يعني دكتور. نرجع على الربيع. الربيع في كثير ناس بيشكوا من حساسيه. شو يعني حساسيه الربيع؟ هي تعطيس، حكه بالانف، دمى، حكه بالعين. للحالات الشديده ممكن يكون تشنج بالصدر، سعال، او المرضى اللي عنده الربو سلفان تتحرض هجمه ربو. نعم. بسبب الغبار الطلع اللي بينتشر بالربيع خاصه. هذا غبار الطلع استنشاقه عند الناس العاديين ما عندهم مشاكل، ما عندهم مشاكل عادي ما بسبب شيء، بس الناس اللي عندهم بجسمهم في مشكله، يعني مشكله بالجسم سلفا، في مشكله مشكله مناعيه، مشكله تحسسيه، بسبب لهم اذى كبير. يعني الجسم بيتعرف على هالغبار الطلع اساس عدو فايت على الجسم، بده يدافع عن الجسم، بده يدافع عن حاله، بصير امور التعطيس، الحساسيه، الدماع، السعاله، هي اهم سبب هو غبار الطلع. طبعا في اسباب كثيره للحساسيه مثل الرطوبه، مثل عدة المنزل، او الحشرات الموجوده، ممكن الحشرات المنزليه تعمل هالحساسيه. ضيق النفس دكتور من اعراضها كمان؟ ضيق النفس هي بالمراحل المتقدمه شوي، يعني مراحل بسيطه، انت لك رشح، تعطيس، حكه، ممكن يسبب ضيق نفس وهجمه ربو نظاميه. طيب دكتور، هدول الاعراض اللي ذكرتهم ممكن يكون يرافقوا كل الاشخاص، او اليوم في اشخاص عندهم حالات خاصه ممكن نشوف عندهم درجه الاعراض ظاهره اكثر، ممكن نشوف ناس انه هي عندهم هي الحساسيه واحمرار الانف اهم شيء بتلاقي عاطي لون يعني، وفي ناس بتمرق بس بيقول لك انا باخذ بخاخ بس ما عندي اعراض. اليوم هل الاعراض مشترك بين كل الاشخاص او ممكن تتفاوت درجته؟ لا بتتفاوت، لا مو كل الاشخاص يعني متساويين بالاعراض. ممكن العرض نفسه بس شدته بتفرق. يعني انا عندي رشح او سيلان بالانف، غيري انفه ما بيوقف ابدا. بعض الاشخاص يعني مساء او صباحا ممكن يكون في عنده سيلان خفيف، مختلفه حسب الشخص. حسب الشخص. هلا هي كمان تنتشر بشكل اكبر بين الشباب، من يعني 12 اطفال 12 لحد 17 19 سنه، هي اكثر شيء، وطبعا الاعمار الاكبر بس اقل. نعم. طيب دكتور، في اشخاص ممكن ما تاخذ ادويه او هنن بالبيت يضطروا لطرق انه تعالج او تخفف من هي الحاله بدون اللجوء لادويه، شو هي ممكن تكون هي الطرق؟ هلا هي مظاهر وقائيه، مظاهر وقائيه. نحن ما في معالجه او تخفيف ابدا؟ لا بلا، في تخفيف. هلا اذا في عندك ادويه مضاده الهستامين، اسمها ادويه مضاده الهستامين، حبه مساء بتخفف اعراض الرشح، الحكه بالانف، الدماع، ممكن تخفف هيك شيء. احيانا بنلجا لاطرات بالانف، اطرات بالانف، اطرات مضاده للاحتقان، بس هي يعني تنويه هون مو اكثر من 5 ايام او اسبوع بتتاخذ، اكثر من هيك بصير لها اثار جانبيه. في أدوية ممكن أطرات كورتيزون أو بخاخات كورتيزون، هي ممكن نستعملها للحالات الأشد وفترة أطول. طيب بدون أدوية دكتور في ممكن مجال إنه بدون أدوية؟ هلا الشخص اللي بيعرف حاله إنه هو عنده حساسية موسمية، اسمها حساسية موسمية إنه بتيجي بهالموسم هذا، بيعرف عنده حساسية موسمية، ممكن
يلجأ لإجراءات وقائية تخفف قدر الإمكان. في شيء اسمه للناس اللي بيعانوا كتير كتير يعني إبرة تحسس ممكن تكون وقائية تمام، أو ممكن حطوا كمامة بظروف إذا بدهم يطلعوا جو فرضا في غبار طلع كتير، في حطوا كمامة للأشخاص تلك الشديدين يعني أو بيعرفوا الوضع عندهم بيكون تعيس كنوع من الوقاية، ممكن يحطوا كمامة بتساعد الكمامة. ممكن حتى على سبيل المثال ممكن واحد إذا طلع لبرا بيلقط الأواعي الملابس بتلقط غبار الطلع، إذا رد لبسه بتنشطه بيعلق بالشعر بيعلق بالأواعي. الواحد بده يجي للأشخاص اللي بيعانوا كتير يتحمم كل ما يطلع حتى ينظف جسمه من كل شيء، والرطوبة كتير هامة. نعم. الغرفة لازم تكون معرضة للشمس للتهوية، هاي إجراءات إذا تمت. بس في بعض البيوت يعني صعب الصراحة، صعب يعني في كتير من البيوت بيقولوا أنا ما بتتخلى الشمس. تمام، هي الشمس صح أكثر عرضة وخاصة للأطفال. بعض الأشخاص بيكون عندهم حالات من الربو الشديد، ولكن اليوم طبيا هل حضرتك ممكن تعتبرها هي حالة من حساسية الصدر أو لا؟ اليوم عم نحكي عن حالتين جدا مختلفتين. هل الربو هو حساسية؟ كمان الربو هو حساسية وبيتحرض مثل ما خبرتكم ممكن يتعرض بهي العوامل الخارجيه، بس بتكون حساسيه اشد يعني للطرق التنفسيه. دي كنا عم نحكي عن حساسيه علويه، حساسيه الانف، حساسيه العين، دماغ. حساسيه الربو فينا نحطها كمرض تحسسي، طبعا فينا تحسسي خارجي، وفي احيانا الربو يكون مو تحسسي بسبب داخلي منشا، يعني الشخص ما بيتحسس من شيء معين يعني ما تعرض لغبار الطلع بس صابته انه بتربو. الربو شوي هيك له يعني تصنيف خاص، حالة خاصة. حالة خاصة، بس ممكن بشده انه الربو يتحسس، من المرضى الربويين يتحسسوا من غبار الطلع. وهدول الاشخاص اليوم دكتور اكيد بيلجؤوا ممكن للبخاخه اللي بتعالج او تعتبر يعني حاله اسعافيه، فورا بيلجؤوا للبخاخه. طيب اليوم بشهر رمضان ممكن يكون هذا الشخص المصاب بالحساسيه صايم، ممكن هذا البخاخ يؤدي انه له لحتى انه يفطر؟ البخاخات اللي تستخدم للربو ما بتفطر، هي يعني استنشاق عن طريق الجهاز التنفسي، ما بيبلع ولا ما بتفطر. ما بقى لكم حجه يعني خلص البخاخات. هلا في كثير مرضى بيخافوا منها، انا بطمنهم بقول لهم هي ما بتفطر البخاخات. يمكن اليوم دكتور ايضا الخوف مو بس من موضوع الافطار، احنا اليوم ايضا عم نحكي بتركيب كورتيزون، فالناس شوي بتخاف من هي الفكره وخاصه عند الاطفال. وقت بنقول ربو فبتشوف مريض الربو على طول مرافقته البخاخ وين ما بيكون يعني، ولكن احنا مرقنا مرور الكرام مثل ما بيقولوا على موضوع البخاخه. اذا توسعنا اكثر، المريض كم مره بحاجه لاستنشاقه يعني يوميا بما بين مريض الربو وحساس والحساسيه الربيع؟ هل حساسيه الربيع العاديه البسيطه ما بده بخاخه استنشاق، ممكن انت لك حبه حساسيه او بخاخه بالانف. هلا بخاخه للربو صار هو مريض ربو، مريض الربو عاده نحن بنعمل له شيء اسمه وقايه، بخاخات وقائيه وبخاخات اسعافيه. الوقائيه بده يستخدمها بشكل دائم مرتين باليوم، غالبا مرتين باليوم، والوقائيه والاسعافيه عند الحاجه. اذا صار في عنده اجته هجمه او نفس شديد ممكن يستخدم بخاخة. نعم. حسب الشدة كمان، ممكن المرضى الربويين اللي الهجمات عندهم ما كتير شديدة أو متباعدة بشكل كبير نستخدم بس بخاخة إسعافية عند اللزوم. يعني ما بشكل دائم بيستخدم بخاخات، بس بخاخة عند اللزوم بضل بجيبته هاي البخاخة إذا هو مصنف مريض ربو. طيب دكتور شو السبب او شو السر اذا هذا الشخص مريض الحساسيه كمان ممكن يتاثر من اشعه الشمس بشكل كثير قوي؟ يعني مثلا اي اشعه، هلا غيم صار طلعت الشمس فجاه فورا اجت هجمه العطس والحساسيه عليه، شو السر هون؟ هلا اشعه الشمس إلها علاقة بالعطاس. احيانا كثير عند الاشخاص اللي عندهم حساسيه بس يتعرضوا شوي لضوء شمس بصيروا بيعطسوا. هلا الاليه كثير ما أنا مفسره بشكل واضح تماما، بس ممكن يكون في توسع اوعيه بالانف بسبب اشعه الشمس، وبصير في توسع اوعيه واطلاق مواد هستامين تؤدي لنزف دم من الانف. نزف؟ لا مو نزف،
مو نزف، عطاس. طيب دكتور، ما بين العادات الخاطئة والأساليب الشائعة، يعني بمعنى اليوم مريض اللي عنده حساسية دائما ممكن يروح للاستخدامات الطبية العشوائية بدون وصفة دكتور، أو يعني يأخذها من حدا مارق بنفس التجربة، قديش هاي القصة ممكن تأثر سلبيا على الموضوع الصدري، يعني حسب درجات المرض، يعني قدمهم اليوم الاستشارة عند الطبيب والاخذ يعني الدواء من الطبيب، يعني مثل ما بيقولوا للاسف عم نشوف اليوم عم تصرف رشدات ادويه كثير للحساسيه انه هيك يعني. تمام. هلا في شغله كنت نوهتي عليها بالسؤال اللي قبله عن الكورتيزونات. الكورتيزون، هلا الكورتيزون اللي بيتاخذ بوصفه طبيه تحت رعايه طبيه واشراف طبي بالبخاخ لفتره، حتى لو كانت فتره طويله ما عنده اثار جانبيه، اثاره جانبيه كثير خفيفه بس بياثر على هذا التنفسي يعني فقط لا غير، بيداوي المرض، ما لا بيسمن ولا بيعمل هشاشة عظام إلا يعني إذا صار في تجاوز كتير كبير بالجرعة أو لفترة كتير كتير طويلة، بس للعلاج الاعتيادي هو آمن، بخاخ آمن. يعني البخاخ هو صراحة ثورة بعالم العلاجات للربو، ثورة. كانوا بالأول يأخذوا حبوب، ويأخذوا حبوب الكورتيزون إيه بتسمن، بتعمل آثار جانبية على فترة طويلة، بتضعف المناعة، بتعمل سكري، بترفع ضغط. هاي أحيانا المريض بياخدها بدون استشارة، أحيانا هون غلط يعني. إيه طبعا هون غلط، حتى في بعض المرضى بياخذوا حبوب كورتيزون إذا كانوا نحاف بيسمنوا يعني عشان يسمنوا حالهم. طيب يعني ما بيعرفوا بالاثار الجانبيه الهائله. الاشخاص شديدي الحساسيه اليوم اذا لجأوا للادويه ممكن او للبخاخ وما طابوا، قلت انت انه اقصى مده هي ممكن تكون 5 ايام لاستخدام مضاد الهستامين. طيب وما اخذ نتيجه، ممكن ليش؟ لا مو مضاد الهستامين 5 ايام، البخاخات مضاد الاحتقان. مضاد الاحتقان الانفي يستمر على الادويه اكثر. في ادويه اسبوع في لحتى طبعا خلص. بس البخاخ الانفي المضاد الاحتقان 5 ايام، ادويه الهستامين لا بتتاخذ فتره طويله ولكن تحت اشراف طبي دائما. تماما. في بخاخ كورتيزون ممكن يتاخذ فتره طويله بالانف، بس في نوع من الادويه الانفيه اسمها مضاد احتقان. حتى مضادات الاحتقان الفمويه في منها حبوب ما محبس تاخذ فتره طويله ابدا. طيب خلينا نروح للاطفال، وهذا يمكن التعامل معهم المفروض يكون بحذر اكثر. عم نشوف الربو عم ببلش باعمار جدا صغيره. سؤالي لحضرتك دكتور، هل اليوم بمرحله معينه ممكن هذا الطفل بمرحله معينه مع انه الربو يشفى منه، وفي حال هاي الفتره اللي مارق فيها هو بحاله الربو استخدامات الادويه نفس الكبار او لا في شيء خاص فيهم؟ هلا مرض الربو بالتعريف هو مرض مزمن. مرض مزمن معناتها يعني مثل الضغط مثل السكري، هو انه يطيب ما بيطيب، مرض موجود ممكن يعاني منه الشخص باي عمر، ممكن بعمر يوم، ممكن بعمر 60 سنة يعاني من ربو، ولكن هو مزمن. المزعج فيه الاعراض تبعه، الاعراض ضيقه النفس، السعال، ما بقدر مارس اعمالي اليوميه بشكل طبيعي. بالعلاج الصحيح والبخاخات الصحيحه هالاعراض بتروح، بتروح او بتصير اقل ما يمكن، بس مو معناته انه المرض راح، المرض موجود. يعني مثل مريض عنده ضغط، ضغطه 20، انا اعطيته دواء زبطت له ضغطه تحت تاثير شو الدواء، مو انه اذا وقف الدواء معناته بضل ضغطه طبيعي، بيرجع الضغط ما بيروح، السكري ما بيروح، والربو ما بيروح، ولكن يمكن السيطره عليه. يمكن السيطره عليه ويعيش الانسان حياه طبيعيه تماما دون اي معاناه. طيب خلينا دكتور بختام فقرتنا معك نتعرف على اهم النصائح اليوم لكل مرضى الحساسيه يلي ممكن انه بدهم يتجنبوا هي الهجمات او النوبات القويه يلي بتصير معهم. تمام. هلا اهم شيء للمريض يلي بيعرف حاله انه عنده حساسيه او مشخص حساسيه موسميه او حساسيه دائمه، ان كان مريض ربو يخلي معه البخاخ الانشاقي الاسعافي بشكل دائم، يعرف آلية استخدامه بشكل تمام بشكل صحيح، الكمامة بوجود الغبار والأغبرة والحساسية من الأغبرة، في مهن بعض المهن فيها أغبرة معينة، يحط كمامة
بتخفف هالامور كثير. ابتعاد عن ستات البيوت احيانا بيعانوا من روائح زيت القلي او يخففوا منها مواد الكلور المعطرات. هلا اللي عندهم عطور يعني بصراحه هي الوقايه خير من العلاج. يعني انا بعرف شو بحسسني، غالبا العالم بتعرف شو بحسسها، ابتعد عنها العطور كذا. في ناس بتحسسوا منها، يخففوا منها قدر الامكان. السجاد في منه السجاد الاغبره تبع السجاد بدها تكنيس كثير، بدها اهتمام كثير، يعني شغله شاغل ست البيت بضل هالامور هي. المهم نتخلص من الاغبره باي طريقه. اكيد دكتور بنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وتكون هاي الفتره الشهرين خفيفين عليك يا عفاف وعلى كل حدا عنده حساسيه الربيع. شكرا دكتور لحضورك، يومك حلو ورمضان كريم. الله يسلمكم، يعطيكم الف عافيه دكتور. اهلا وسهلا فيك. هلا فيك.